وأظهرت أيضا مشاهد حصرية حصلت عليها العربي، أظهرت حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأحياء المدنية في جباليا مساء اليوم، وذلك بالقرب من مواقع الاشتباكات. أو جزئي من بعض مناطق مخيم جباليا وجباليا. هنا كما تشاهدون بيوت هدمت وقصفت ودمرت وبيوت واقفة. عاثوا في بيوتهم فسادا ودمارا. حسبنا الله وأنعم الوكيل.